ازيكم حبايب قلبي جيجي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين ومع جيجي دايما منبهرين. النهارده بقى قررت ان احنا ننظف تنظيفه الشتاء، ونظفتها تمام، ومعرفتش اصور وانا بنظف، بس هوريكم بقى روتين الشقه عندي وفرشت ايه للشتاء وعملنا ايه وكل حاجه، هنشوفها مع بعض دلوقتي. حطوا لايك كتير لجيجي، كل حبايب قلبي جيجي، وتقولي لي في التعليقات ايه رايكم في الكومنتات في الحاجات اللي انا عملتها دي. انا كده دفيت الشقه شويه علشان الشتاء داخله. ده الانتريه اللي انا كنت جبته معاكم، تمام اهو بالشكل ده، تمام. حمله بقى النظافه بتاعه الشتاء زي ما انتم عارفين. انا كنت عامله له غطا، غسلته، حطيت البياضات دي كده اهو، دي لونها كافيه فاتح، تمام. هو لونه كافيه في مبيتي، تمام. هو خشب اهو، اهو دي كده الكنبه الكبيره اهي زي ما انتم شايفين. وهنا اهو دي المفروض حته فوتيه على جنب كده بتتحط، بس انا مش لاقي لها مكان فحطيتها كده في النص كترابيزه يعني. وادي الكنبه الصغيره اهي، تمام بالشكل ده. وادي كرسي، هي كرسي، والمفروض الكرسي التاني اللي هو فوتيه، بس انا حطيته كده كترابيزه زي ما انتم شايفين. حطيت السجاده، حطيت عليها حافظه. دي بقى انا اللي مخترع الهبل ده، مش عارفه برده هيبقى ماشي ولا لا، قولوا لي برده في الكومنتات. دي كده الستاير اللي هي اللي كنت جايباها قبل كده من الوكاله. بصوا يا جماعه، حطيت النبيتي، انا قلت عشان دي ستاير تقيله تدفي الشقه، حطيت النبيتي وحطيت في النص كده زي حاجه تفتح معايا شويه، فدي برده ستاره ثانيه، مش عارفه كده يعني، قولوا لي كده في التعليقات. طب ما كده المفروض 3 ستاير كده ورا البلكونه، برضو منظفاها ومظبطاها عشان خاطر الشتاء اهو كده. اهو ده شكله كده اهو، قولوا لي كده رايكم في الكومنتات. نظفت الحيطه طبعا، ونظفتها ومسحنا الارض وظبطنا كده الدنيا، ولمعنا كمان الخشب كده اهو، تمام. قلت شويه كده الجو بقى يشتي قوي واروح بقى مغطيه بالكسوه. نخرج بقى كده على بره شويه. المفروض كده هنا اهو في كده زي دخله كده اهو، زي درجه كده، تمام. هنا اهو بقى السفره بقى الكبيره اهي، حطيت بصوا كده، حاطه كراسي السفره، حاطه اتنين نبيتي، ادي واحد وادي واحد، والاتنين دول رمادي والاتنين دول رمادي اهو. حاطه ده مفرش فرو برضو، حاطه كده اهو في النص. هنا برضو في شباك بس لسه معلقتش الستاره بتاعته. وادي النيش اهو، هنا اهو قدام النيش، قدام الترابيزه اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. وبرده هنا حطيت سجاده، بس حطيت بقى الحافظه هنا لونها بني، تمام. هناك كانت نبيتي، هنا حطيتها بني علشان النيش والبتاع ده لونهم بني. فشوفوا كده برده، قولوا لي كده في الكومنتات، تمام اهو. حطوا بقى لايك كتير كتير، هوريكم بقى الشقه كده بالتفصيل. واخر حاجه هنصورها مع بعض اوضه الاطفال، تمام. هصور لكم بقى اوضه الاطفال بعد ما اتفرشت، وقولوا لي برده رايكم. يعني الهده دي بتاعت كل سنه، وكل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي جيجي. يلا نكمل كده. شكل اوضه النوم بعد ما خلصت كده اهو، صبنت الحيطه زي ما انتم شايفين، وحطيت الستاره الشتوي دي اهي بالشكل ده فوق السرير، تمام. وهنا حطيت ستاره تاني هنا اهو كده اهو اهو، وحطيت بقى السجاده وفوقيها الحافظه اهو بالشكل ده. وهنا بقى الكومودين اهو على الشاشه اهو، وادي التسريحه اهي، ادي السرير فرشناه شتوي شتوي اهو، تمام. وصبنت برضو الدولاب اهو، اتصبن اهو، تعالوا بقى اوريكم كده اوضه المعيشه اهي. شلت الستاره اللي كانت هنا، حطيت بدلها كده ستاره زي ما انتم شايفين، تمام. شلت الكسوه بتاعه الانتريه وفرشت البياضات بالشكل ده، قلت شويه كده وابقى احطهم تاني، اللي هي اللي بغطي بيها الانتريه كله، تمام، او الصالون كله اهو. بصوا دي الكسوه اهي، ده شكلها، دي لونها اوف وايت، تمام، عشان تفتح معايا اللون البني اهو. والستاره دي لونها اللي هو البيج، البيج الفاتح ده، تمام اهو. ودي اللي هي القاروره بتاعت الميه، حاطه هنا ده، بصوا ده اللي هو السبت ده، تمام، اللي هو المنظم، حطيت جواه كل الكوبايات كده اهو اهو بالشكل ده. وغسلتها وغسلت الحيطان، غسلنا كمان المروحه اهو، بصي، والتكييف. وادي الكنبه اهي التانيه، تمام، الكنبه التانيه. وادي الشاشه اهي، زي ما قلت لكم كده، دي اوضه المعيشه
اهو بالشكل ده. تمام، في هنا برضو ترابيزة بحط يعني عليها شوية حاجات. المفروض بقى في ترابيزة هنا في النص لسه ما دخلتهاش، هدخلها واحط برضو عليها المفرش. تمام اهو، وهنا السجادة حطيتها وحطيت فوقها الحافظة، دي حافظة. تمام اهو، ودي الأوضة بقى اللي هي اللي بنقعد فيها قدام التلفزيون. لمعت كمان الخشب كله اهو، بصوا كل الخشب اتلمع اهو. تمام اهو الأوضة اهي. تعالوا بقى نروح كده أوضة تانية، يلا بينا. وقولولي ايه رأيكم في النظام يعني الجديد بتاع الشتاء ده. على فكرة باب شقة تاني. تمام، دي مطبخ جيجي. تمام، ادي المطبخ اهو بعد ما خلص برضو. تمام اهو، بصوا بالشكل ده كده اهو. تمام اهو، عملته نضفت البوتاجاز، وادي الحوض اهو مفيهوش مواعين خالص زي ما انتوا شايفين كده اهو. تمام، وهنا تحت الحوض لميت كل البلاستيكات وكل الحاجات دي، وغطيتها بمشمع عشان لو جه ميه ما يتبهدلش. تمام، انا المطبخ بتاعي صغير. تمام، بس هو على قدي وكده اهو، نضفته على طول في السريع اللذيذ. بس كده اهو، تعالوا نشوف حاجة تاني. ومطبخ جيجي بقى كده الطرقة. تمام، حطيت برضو هنا السجادة، وفرشت دي كده حافظة برضو طويلة كده اهو. تمام، دي 3 متر، الحافظة دي 3 متر، ولسه مكملة هناك بالسجادة اللي هي الحافظة برضو، هوريها لكم دلوقتي. الطرقة دي انا حاطة فيها هنا الديب فريزر وهنا التلاجة، وجنبيهم هنا الغسالة، وعاملة الستارة دي اهي. بص هوريكم شكل الستارة اهو، شكل الستارة دي كده قافلة بيها الجزء ده كده. تمام، ومداري كمان معايا التلاجة والغسالة، حاطة كده الستارة دي. هي كانت عايزة تتكوي بقى، بس خلاص بقى كنت فرفرت مش قادرة بقى اكوي ولا حاجة. هنا في ترابيزة جنب المطبخ وجنب أوضة المعيشة. الترابيزة دي الولاد يقعدوا يذاكروا عليها، يقعدوا انضف مثلا خضار عليها لان المطبخ عندي ضيق. ممكن نقعد نذاكر عليها مع الولاد. بص يعني هنا دي قعدتنا. تمام، لان كده كده في وشنا في شباك، فبنفتح الشباك ده فبيجيب هوا، فبيبقى القعدة هنا كويسة. تمام، وانا وريتكم هنا أوضة المعيشة اهي، ودي كده الطرقه اهي. بصوا بقى هنا حاطه اهي سجاده اهي، الحته دي حاطه لها سجاده اهي، السجاده وفوقها المشايه، فوقها الحافظه. تمام، وكده اهو باب الشقه. انا قلت لكم ان الشقه ليها بابين، ادي باب اهو وده الباب التاني، ده بقى اللي احنا بندخل وبنخرج منه، انما ده احنا قافلينه اهو بالشكل ده كده اهو. تمام، وزي ما قلت لكم كده هنا هو المطبخ والحمام والاوضه اللي هي بتاعه النوم. بس كده اهو، ده كده اهو. تعالوا بقى اوريكم تاني الاوضه اهي، صورتها لكم انا. تمام، بكل التفاصيل اللي فيها كده خلاص. اهي هي الاوضه جنب المطبخ وجنب الحمام. تمام اهو جنب المطبخ، وهنا في طرقه برضو اهي بالشكل ده. دي اوضه المعيشه، انا كنت صورتها لكم برضو بالتفاصيل اهي. تمام كده اهو، بتبصي على ايه كده اهو، بقى المطبخ والحمام واوضه النوم. في هنا حته طرقه كده، ودي كده الاوضه بتاعت المعيشه. تمام، دي غرفة الأطفال. تمام، آخر حاجة بقى وخلاص اتشطبت زي ما بيقولوا. الحافظات دي أنا لسه جايباها جديدة، حطيتها كده اهو لأن كل ما أحط ملاية بيزحلقوها، فجبت من دول كنت جايباها من سنتر شاهين من قريب. دي الواحدة بكام؟ الواحدة ب65 جنيه. تمام، جبت 2، بصوا ومدلدلة كده وكبيرة وناعمة وحلوة قوي. بصوا ناعمه وجميله قوي، طبعا ملهوش علاقه بقى كيس المخدات والخدديات ده، بصوا عادي يعني. على اساس انا كده كده مش حاطه ملايه، فانا حطيت لهم الالوان اللي هم بيحبوها دي. دي رسمه وعد، حطها عماله تلون فيها يعني، دي جايباها بتقعد تلون فيها كده اهو، فهي حطاها على الحيط. وهنا حطيت لها البتاع بتاعها اللي هو بتقعد تذاكر عليه على السرير. دي اوضه النوم برضو اللي كنت مشترياها من عند احمد، الناس اللي قالوا لي اللي هو بتاع الموبيليا. تمام، حلوه جميله جدا على فكره، السراير تحفه 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 يعني، بنام عليها حلوه قوي. وادي الكومودين بتاعه، وادي ده فوق كده اهو المرايه. طبعا البهدله اللي في الحيطه دي ابو مروان عاند عليهم، مش عايز يبيض لهم الاوضه، فطبعا البقع دي ما بتطلعش خالص، لاني عايزه اقول لكم بقع مهببه بنيله يعني، مهببين الدنيا، ده انا كده دعكاها يعني. وهنا التلفزيون حطيته لهم اهو، والكرتونه دي حاطه لهم فيها الكتب والكراريس بتاعتهم، وده الدبدوب بتاع وعد. ودي درفه الشباك وقعت، هنركبها. وادي الدولاب كمان اهو، ورصيت فيه الهدوم الشتوي وخلصت يعني، عملت جزء فاضل جزء. بس بسم الله
اه رصيت كده اهو، دي هدوم مروانة اهي، هدوم وعد بقى رصيت شوية بس لسه عايزة بقى تتوضب. تمام، الجزء اللي تحت ده لسه في حاجات هي مش عايزاها وحاجات عايزاها، فلسه انما بتوع مروان خلاص فرستهم ورصيتهم كده زي ما انتوا شايفين. تمام، فدي كده بقى كانت حلقتنا النهارده، حطولي لايك كتير يا جماعه علشان خاطر كده تاخدوا حافز كده وتاخدوا نشاط وتقوموا بقى تقلبوا الدنيا، تطلعوا الشتوي وتنظيفه الموسم. كل سنه وانتوا طيبين، وجيجي دايما كده كل شويه معاكم في اي حاجه ان شاء الله باذن الله. هستنى كومنتاتكم واستنى ارائكم، واشوفكم بقى ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي، وباي باي حبايب قلبي جيجي.